شلون يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ من الذي يهتم بشأنه؟ من الذي يدير منزله وبيته؟ شؤون الخاصة من يرعاها؟ في الرواية أن الإمام يواسي أقل الناس قدرة على العيش. الإمام كجده أمير المؤمنين كأجداده يواسي أقل الناس. أأطمع أن يقال لي أمير المؤمنين؟ ولعل في اليمامة والحجاز من ليس له عهد بالقرص أو طمع بالشبع. أكو فقراء إحنا ما ندري عنهم، اليوم أنت تفطر على سفرة إفطارك صنوف الطعام، هل هناك أناس لا يملكون تلك الأصناف؟ هل هناك أناس في هذه الليلة لم يفطروا؟ وربما الإمام واساهم ولم يفطر إلا على الماء فقط. يمكن إمامك جائع، يمكن إمامك عطشان، يمكن إمامك مرهق تعب. أحد العلماء رأى الإمام في عالم الرؤيا، يبكي الإمام، قال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني فعال شيعتنا. شلون يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ من الذي يهتم بشأنه؟